مثل العادة تحية كثير كبيرة لكل شخص ليلي أخذ ورقة لوتو أو أكثر وناطر اللوتو اللبناني وناطر الجوائز الكثيرة والعديدة يلي مخصصة إن كان باللوتو أو حتى بيزيد. قبل ما نبلش باسمي وباسم كل فريق عمل اللوتو اللبناني بدنا نقول ميري كريسمس لإخواننا الأرمن وأكيد كمان دايم دايم الليلة وإن شاء الله كمان الليلة تكون ليلة حلوة عليكم وتربحوا بتاني سحب باللوتو اللبناني. لكل حدا ليلى عم بيسأل شو هن الجوائز يلي موجودين بسحب رقم 1968 رح بيكونوا على شكلتين. المرتبة الأولى منبلش الليلة قيمتها حوالي 3 مليار و343 مليون ليرة كاش. المرتبة الثانية تراكم ما في تراكم. المرتبة الثانية بدري قرر أنه ما في تراكم يعني ما في تراكم بتكون الجائزة حوالي 150 مليون ليرة كاش. وبالنسبة لزيد الليلة في عنا سحب سبيسيال يعني 75 مليون ليرة للمرتبة الأولى وبطبيعة الحال جوائز كلهم بسحب سبيسيال بيكونوا مضاعفين. إذن بالتوفيق للجميع. قبل ما ننتقل أنا وياكم للسحب بدنا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية على أعمال وسحبات اللوتو أستاذ وسام جوني. أهلا وسهلا فيك معنا الليلة. إذن إلى مكانة اللوتو. إذن الطابة الأولى رقمها 34 الطابة الثانية 27 18 الطابة الثالثة 4 خلينا نشوف شو هي رقمها 39 بيفضل عندنا طابتين للجائزة الأولى يلي هن 41 و10 بالنسبة للطابة السابعة الإضافية يلي بتخولكم تربحوا المرتبة الثانية رقمها 19 إذا ست طابات أساسية بيخولوكم تربحوا المرتبة الأولى باللوتو اللبناني خمس طابات أساسية مع الطابة السادسة السابعة الإضافية بيخولوكم تربحوا المرتبة الثانية خمس طابات أساسية اللي اخترتهم المكنة هن اللي بيخولوكم تربحوا المرتبة الثالثة إذا هول هن للمراتب الأولى الثانية والثالثة هيك التقسيمات لحتى تربحوا معنا الجوائز رح ننتقل أنا وياكم لزيد سبعة ثلاثة أربعة وثمانية 84373 زيد هي لعبة حظ إضافية لإلكم مش أنتم بتختاروا الأرقام المكنة بتختاركم إياه بس لازم تكونوا دفعتوا 1000 ليرة زيادة على ورقة اللوتو إذا مع زيد بنكون خلصنا السحبين خلونا ناخذ بريك صغير لحتى من بعدها نكون جهزنا التابلويت ونرجع لكم مع النتائج بريك ونرجع
لبناني وبسحب رقم 1968 صار وقت نعلن عن النتائج لنعرف نحن وانتو اذا من بعد ما المكنه اختارت 6 طابات اساسيه للمرتبه الاولى مع الطابه 7 الاضافيه للجزء الثاني هل هن هولي طابات رابحه وقدر حدا منكم يسيبهم ويربح معنا الليله المرتبه الاولى يلي قيمتها حوالي 3 مليار 300 مليون ليره والمرتبه الثانيه يلي كمان الليله ما بتشكي من شيء من بعد اكيد ما نتاكد من الارقام مع استاذ وسام جوني رح نشوف التابلو ونشوف النتائج إلك أستاذ وسام لو سمحت. سحب اللوتو رقم 1968 لنهار الخميس 6 كانون الثاني 2022 الطابات الستة الأساسية 34 27 18 39 41 10 والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 19. شكرا لك أستاذ وسام. طابات مشكلين، يا ترى حدا نختارهم هيك طابة ورا طابة؟ جواب بالتابلو. كيوبي أو عادي، ورقة أو SMS، ما في ولا أولى ولا تاني الليلة. إذن ما حدا ربح ولا المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية بهيدا السحب، إنما بالمرتبة الثالثة مثل ما عم بتشوفوا في عنا 36 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح حوالي 3 مليون و200 ألف ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1429 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح 81 ألف ليرة. بالنسبة للمرتبة الخامسة الليلة بتتضمن 22229 شبكة رابحة وكل شبكة منهم رح تربح 12000 ليرة. ألف مبروك للجميع وهارد لك لكل شخص الليلة ما زبطت معه، بعرف فقسي بس وشي بزعل، بس مثل ما بتعرفوا صاحب الجاي رح بيكون عنا جوائز أكبر وباللوتو على طول في ناس بتربح وناس بتخسر، ما بتعرفوا يمكن صاحب الجاي تربحوا معنا. خلينا ننتقل هلأ لزيد. سحب زيد رقم 1968 لنهار الخميس 6/1/2022 حمل الرقم 84373. شكرا لك استاذ وسام. اذا هيدا هو رقم زيد الرابح، يا ترى رح يتغير الوضع بسيد الليله؟ بالتابلو بتبين النتيجه تغير، في عنا ورقتين بيربحوا اذا، والليله في عنا سحب سبيسيال 75 مليون ليره رح تتوزع على القد على الورقتين، يعني 37 مليون ونص لكل ورقه، 4373 بيربح 900000 ليره، 373 90000 ليره و 738000 ليره. من وين الورقتين؟ واو شو حلوه، كادو ليله عيد الميلاد، بارفيمري وارتان ببرج حمود، الف مبروك. وموبيزون ب موبيزون شاركوتي عون بالمنصورية. استاذ وسام صاحب الجاي سريعا قد ايه المرتبة الأولى؟ حوالي 3 مليار و650 مليون. 3 مليار و650 مليون. الثانية حوالي 400 مليون. الثانية 400 مليون وزيد حوالي 45 مليون. زيد 45 مليون.